أكيد إضافة كبيرة لنا كابتن رومان سايس، راح يعطينا، هو لاعب خبرة يملك عديد من التجارب في أوروبا، أكيد راح يضيف لنا الكثير والكثير على مستوى الخط الدفاع. كيف شفت المجموعة وتواجد فريق من قيمة الوداد المغربي معكم في المجموعة؟ مجموعة صعبة من وجهة نظري، هي أقوى مجموعة في البطولة، فجميع الفرق فرقة قوية، الوداد، الهلال، فريق الليبي، الكل صراحة قاعد يقدم مستويات كبيرة. المباراة الجاية راح تكون أصعب من المباراتين اللي فاتت. ممكن قلت أهلتوا خلاص؟ لا بالعكس، للحين النقاط في الملعب، يعني للحين باقي لنا مباراة وإن شاء الله نتأهل.